لكبده الفطار. عندنا كبده وطحينه، كبده وطحينه، لا مش كده، انا مش هنا معلش انا اسفه، كبده الفطار، عندي كبد وكلاوي وقلوب، عندي ملح وفلفل وكمون، عندي عصير ليمون وخل ابيض، عندي فلفل رومي وفلفل حار وبصل كلهم شرايح رفيعه، عندي ووك سخنه مولعه، عايزين تحطوا لها زيت حطوا، عايزين تحطوا لها زبده حطوا، عايزين تحطوا لها سمنه بلدي حطوا، اللي موجود واللي انتوا حابين انكم تستخدموه هتحطوه في الووك ايا كان هو ايه. ماشي، ووك سخنه قوي قوي. انزل بالقلوب والكلاوي الاول لانها بتاخد وقت اكتر من الكبده. مين؟ تشويحه الاول، تشويحه الاول، الله الله الله. وبعدين انزل بالتوابل، فلفل اسود، ملح، كمون يا جمانه، بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، اوبا. انا اصلا اكلها كده زي ما هي من غير اي حاجه، يعني عصره ليمون على كده واكلها، مش لازم تحطوا لها لا بصل ولا ثوم ولا فلفل ولا اي حاجه خالص، اهي كده ملح وفلفل وكمون اهي، شوح شوح، عصره ليمون، شكرا، كلوا بالاهل فهنا وشف. ماشي، انا بقى هكمل بقيه الحاجات لكن ممكن تقفوا عند هنا، انا كمان بحبك قوي يا جمانه. حطينا ليمون، حطينا خل، حطينا فلفل رومي، حطينا بصل، وحطينا كمان شويه فلفل حار يا حبيبتي يا مدام روحيه.